ممكن يطلع بطريقه اللي هي الانفلاكسس، دي مش موضوع دلوقتي خالص، لكن يبقى في عندنا سيرتن دراج ممكن يطلع هستنيه من غير ما تعمل رابشر للمص. انا هنا بنحل في ثلاثه دراج لازم تبقوا عارفينهم، لان كل واحده من دول ليها كلينيكال ابلكيشن. اول حاجه ممكن اللي هو يطلع هستنيه اللي هو الاتروبين، وهنا الاتروبين لما نيجي نتكلم عليه هقول اهميه دي عشان في ناس بتبقى فاهمه الموضوع بطريقه غلط. فالاتروبين من الادويه اللي بتطلع هستنيه. كمان في عندنا اللي هو الكيوراني اللي هو ساعات بنسميه دي تيوب كيورالين او كيوراني، وده لانه هيبقى مسؤول عن ان هو يعمل لي هايبرتنشن وهيعمل لي برونكوسبازم. وفضل ده ما سمعناش عنه بس عارفينه من دلوقتي، ومش شرط مش مهم يجي في الامتحان يعني، لكن من دلوقتي تبقوا عارفين ان عندي حاجه زي المورفين ده بيطلع هستامين. ده اهميته ايه؟ احنا بنشوف الناس اللي هي بتبقى مدمنه المورفين او الهيروين بيعملوا ايه؟ بيهرشوا. وبالتالي فدول في ثلاثه ادويه كل واحده من دول ليها سيجنفكنس بنتكلم عليها، فالبلاد او المورفين او المورفين. لما هيطلع المستشفى هيبدا يشتغل على نوعين من المسبب. في حاجه اسمها اتش 1 وفي حاجه اسمها اتش 2. اتش 2 دي مش معايا خالص النهارده. اتش 2 دي مسؤوله عن اتش سي ال، ودي هناخدها بالتفصيل لما نيجي نتكلم على الجي اي تي، فمش موضوعي خالص دلوقتي الاتش 2 ريسبتور. امال الاتش 1 بقى؟ اتش 1 مسؤوله عن نمرة واحد، طبعا دي هي مسؤولة عن القلب. نمرة اثنين، طب في السي ان اس بتعمل ايه في السي ان اس؟ مسؤولة عن حاجتين مهمين في السي ان اس. الاتش 1 نمرة واحد مسؤولة عن الفوميتنج. الفوميتنج اللي هو في الفيستيبيولار سيستم، احنا عندنا الفوميتنج ده بيحصل من كذا طريقة. فممكن هنا الفوميتنج ده بتاع الفيستيبولار سيستم. وكمان في السي ان اس ليها دور في الاراوزر، يعني بتبقى بتفوق شويه كده في السي ان اس. دول تقريبا اهم اكشن لل اتش 1 ريسبتور. طيب اول حاجه ودي حاجه مهمه جدا جدا، تعالوا نبص كده. لو انا جيت سالت وقلت هاو تو انتجنايز اكشن اوف السليم، بصوا للرسمه ونمشي واحده واحده معاهم. يعني هو هيطلع منين؟ يبقى اول حاجه ان انا ادي مصدر ستابلايزر، برضه مش مهم اسمه ايه بس المهم الفكره نفسها، مصدر ستابلايزر. طيب نمره اثنين ممكن تعمل ايه تاني؟ ممكن ان انت تقفل الريسبتور، فهتدي اتش او استامين ريسبتور بلوك. كويس، او تعمل ايه تاني؟ ها؟ ما عنديش اتش ريسبتور بلوك، لكن انا عارف ان الاستامين كان بيعمل ايه في البلاد بريشر؟ وبيعمل ايه في البروتوكول؟ كان عندي حاجه اسمها فيسيولوجيكال او فانكشنال انتاجونست للستامين، فاكرينه؟ اللي هو انت بتشتغل عليه بالظبط، هو الابينفرين. انا هنا ممكن ادي الابينفرين، والابينفرين ده بنسميه فيسيولوجيكال انتاجونست اوف الستامين، هو ما بيشتغلش على الريسبتور بتاع
الجروب اللي هم الـ H1 Antennas. والحقيقة في عندنا صفحة في التكست بتاعنا، يعني صفحة رائعة وملخصة جدا، ما فيهاش ما بتلخص عندنا، فبالتالي بدأت نشرحها مع بعض. أول حاجة في الـ H1 Antennas، أنت هنا بتتحقق تقول أنتي مستنيين، لكن لما نيجي نتكلم على الـ H2 بلوكر في الـ GIT ما اسمهمش أنتي مستنيين، يبقى لما نسمع كلمة أنتي مستنيين أنا بقصد أنهي جروب؟ اللي هي الـ H1 بلوكر أو H1 إنفرس أجنس. وإحنا متفقين مع بعض، سيبكم من كل الكلام التفاصيل الكوميديا بتاعت يعني ايه انفرس اجنس. احنا اتفقنا انفرس اجنس تساوي انتاجنس، يبقى كده انا كاني بوقف شغل الهستامين على الريسبتور دي. طيب اللي هيهمني بقى في الهستامين طبعا الاكشن بتاعه اكشن بوزيشنال، لكن انا اللي هيهمني هم الانتي هستامين او اللي هم اللي بيشتغلوا على الـ H1 ريسبتور. هيبقى في عندي حاجه اسمها فيرست جنريشن، وفي قلنا حاجه اسمها سكند جنريشن. طب بالنسبه للفيرست جنريشن، الفيرست جنريشن عباره عن ايه؟ اول حاجه هتعمل ايه في الـ H1؟ ها؟ انفرس اجنس، اتفقنا يعني ايه انفرس اجنس؟ يعني انتاجنس، بتقفل الريسبتور او بتخليه ما يشتغلش، ماليش دعوه بتقفل بتعمل فيه ايه. لكن جزء مهم جدا من الانفيرس جنريشن انها بتعدي السي ان اس. طب هي كده لما تعدي السي ان اس، ها انتوا فاكرين السي ان اس كان بيعمل ايه؟ الراوتر كان بيعمل فوت، وبالتالي لو انا هقفله يبقى هستعمله في ايه؟ هستعمله كانتي انيتك، بس ناخد بالنا من حاجه، مش اي انيتك، لازم اللي هو بيكون نتيجه ايه؟ اللي هو الفيستيبولر، اللي هو ده بنسميه الدوار. الدوار ده اللي هو بيحصل مع اي حد بيركب حاجه ماشيه، فده اسمه اللي هو الانتي انيتك في الموشن سيجنس. هيبقى في حاجه بقى المستنيين بيعمل ايه في الموشن؟ هيعمل لي سيميشن ودراوزنس كمان. سيبكم من ان هو ساعات في الاطفال ما نعرفش السبب ليه ممكن يعمل اكسايتيشن، بس ده مش كومن، ده حاجه اسمها بارادوكس. البارادوكس ده بيبقى حاجه مش كومن، ما بنشوفهاش كتير، اللي بنشوفه فعلا هو السيميشن والدراوزنس. كويس، لكن كمان معانا انه بيقفل مسطرين، بيقفل لي الفا 1 ريسبتورز، وكمان بما ان هو بيعدي السي ان اس في عندي حاجه ان هو في الكاف سنتر هو برضه شويه انهبت الكاف سنتر. يبقى ده الفيرست جنريشن. طب انا هستعمله في ايه؟ بالمنطق اول استعمال لي، اشهر استعمال هو انتي الرجل. اي الرجل بداية بقى من اللي هي الهي فيفر الالرجيك راينايتس اب تو انافلاكسيس، كل ده بينفع يستعمل فيها اللي هو الـ H1 انتاجنس، بس البروكر عشان ما ممكن استعمله في ايه تاني؟ ممكن استعمله وهو بيعمل سيديشن وجراوندس. ساعات بيبقى عندي عيان عايز ينام،
بعض الكف ميكشر. طيب بالنسبه للانتي ماسكارينيك افكت بتاعه ميزه ولا عيب؟ ساعات بيبقى ميزه لكن مش كومن. ساعات بنبدا فيه لما نيجي ناخد الباركنسون هنعرف ان في الباركنسون اول حاجه بتبدا يتربط. وانتوا فاكرين البالانس من ايه؟ دوبامين واسيتايل دوبامين. فممكن استعمله في ايه اللي كيس الباركنسون عشان كاكون انتي ماسكارين. ممكن يستعمل في الباركنسون ده انتي الاجي قلت سين في الكاس ميكشر. ممكن اديك انتي باركنسوني، ممكن اديك انتي ايميتك. اتفقنا انتي ايميتك في مين؟ اللي هو الفيستيبولار سيستم او نتيجه الموشن سيكنس. كمان بقى فكره الالفا 1 طبعا دي ممكن بتعمل لي اللي هو بوشر هايبرتنشن. التيبل اللي عندي يعني ملخص جدا وحلو قوي. بصوا فيه كده هتلاقوه ظريف قوي. بس خلينا بقى نركز. استعمالات الفيرست جنريشن. الرجيم في موشن سيكنس او فوميتنج نتيجه الموشن سيكنس. ممكن يبقى كولد سي هيبنوتيك، ممكن يبقى كاف ميكشر، ممكن يستعمل في الباركنسون عشان بيقفل الماسكارينيك سيستم. عيوبه ايه؟ هيبقى هي نفس الكلام. اول ما ممكن يعمل سيديشن ودراوزنس ده عيب. انا لو باخد ده ومش عايز انام هينجمني ويدروحني، ما اقدرش اسوق عربيه مثلا. هيبقى عيبه فكره الانتي ماسكارينيك. ودي بقى هقف عليها شويه. اول ما تسمع دواء ليه انتي ماسكارينيك افكت خليكم فاكرين ان في تو ميجور كونترا انديكيشن وهقولهم لما اجي. اول ما تسمع دواء انتي ماسكارينيك في تو ميجور كونترا انديكيشن ما فيهمش هزار، ما ينفعش يستعمل فيه من حته ان هو يقفل الالفا 1 ممكن يعمل لي بوشر هايبرتنشن نتيجه الفينو دايلتيشن. دي مشاكل الالفا اللي هم الفيري جنريشن. لما طلعنا السكند جنريشن الفرق بينه وبينه ايه؟ فرق بس في حاجه انه ما بيعديش السي ان اس. تجاربكم هيبقى قوي قوي لان في بعض الحالات اللي بيدي سكند جنريشن بيحصل منه سيتويشن في فاريابيلتي في الناس كتير قوي. بما انه ما بيعديش السي ان اس ها تقدرش تستعمله ايه؟ ولا انت الميديك ولا او تي سي هيبنوتيك ولا كاف ميكشر ولا باركنسون. الله ما فاضلوش الا ايه؟ بس الرجي فقط لا يستعمل الا في الالرجي فقط بس. فاضل لنا فكره الاسامي. أنا عايز اسمين في كل واحد، مش عايز الأربعة. عايز في الفري جنريشن تعرفوا لي الدايمين هايبريميت، اشمعنى؟ لأن ده دراج أوف تشويس في الموشن سيكنس. درامامين، درامينكس، أي حد فينا بيسافر بيطلع سفر في دواء في السوق اسمه درامينكس موجود وده بيستعمل وده بيعتبر أقوى بروفيلاكتيك في الموشن سيكنس. هناخد كمان معاهم واحد اللي هو الدوكسايلامين لانه بيستعمل في الفويدنج بتاع البريجنس. يبقى عندي دوايين في البريجنس اللي هم دايمين هايبرميت وتبقى عارف ان هو ايه؟ ها؟ هو ده دراج تشويس في الموشن سيكنس. الموشن سيكنس تفضل تبقى بروفيلاكتيك مش بعد ما تحصل، يعني قبل ما تطلع الرحله تاخد الدرامينكس. الدوكسايلامين بيستعمل في الفوميتنج ديو تو بريجنس. السكند جنريشن اللي اتفقنا ها ولا ايه؟ ولا هوت سي هيبنوتيك ولا كاف ولا باركنسون ولا حاجه من دي خالص ولا فوميتنج. هو بيستعمله فقط انتي الرجيك وهاخد دوايين. هاخد الحاجات المشهوره يعني انا بختار الحاجه اللي هتشوفها في السوق كتير. في اللي هو الفيكسوفينادين. فيكسوفينادين ده اللي هو التلفاست وده مشهور قوي. وفي عندي الازلاستين لان في منه بيبقى في نيزل سبراي ممكن نشوفه. فهاخد دوايين هنا ازلاستين وهاخد اللي هو الفيكسوفينات. ماشي كده؟ طيب ده بالنسبه للهيستامين. خلص في اي سؤال؟ طيب نخش على السيليكون.
وكل ريسبتور متقسم ام بي وسي دي شغلانه شغلانه جامده قوي في السي ان اس. يمكن لما تيجي التوبكس بتاعت السي ان اس هنتكلم عليه اكتر، لكن ده بيعتبر حاجه كده ممكن تشوف منه كل اكشن. طيب بالنسبه للسكندوري طبعا هو بيطلع وبيتكسر بمين؟ فاكرين بيتكسر بالمال. دي نقطه مهمه، الواحد من ده هو والنورد ابنفرين بيتكسروا بالمال. دي كلمه هتفيدني بعد كده لما اجي اخد الدبريشن والسي ان اس. الريسبتور اللي بيشتغل عليها هم عندي تقريبا في اللي هو 5 اتش تي 1 في اللي هو 5 اتش تي 2 في اللي هو 5 اتش تي 3 وفي 5 اتش تي 4. الحقيقه 3 و 4 دول مني الاثنين دول بتوع شعيب. لو قفلت التي 3 بقى انتي ادمان. لو قفلت التي 3 انتي ادمان. لو فتحت التي 4 بقى بروكر. أنا عايز أعرفكم المعلومة دي. هو في هنا الأدفانس روم وفي هنا اللي هو التيجا فيه. هناخدهم في الجي أي تي. بس عايزك تبقى عارف معلومة إيه؟ ها؟ إنك لما تقفل التي سي دي ده إيه؟ أنتي ميديكال. خد بالك من مشكلة الفارما أسامي. فعلى قد ما أقدر أنا بحاول إن المعلومة تثبت إن أنا مش لازم أسامي دلوقتي. يبقى قفلت ده بقى أنتي ميديكال. فتحت ده بقى بروجرام والاثنين على جي اي تي. في عندي اللي هو الكوندنس بروت اللي عايز يحفظه من دلوقتي يحفظه اللي عايز يحفظه، وفي اللي هو التيجا سالوت اللي هو بيشتغل على التي 4 اوكي. يبقى اقفل التي 3 بقى ايه؟ فتحت التي 4 بقى ايه؟ والاثنين فين؟ انا بتكلم على جي اي تي. جميل. هل هنا بقى في 1 ايه؟ اللي هو ال 1 طبعا الوان ايه؟ كل اللي عندي في الوان غالبا هيبقوا ادمس، يعني دول هيبقوا هنا ادمس. الوان ايه؟ ده لما تفتحه ده بيبقى انكزيوليتك. وفي عندي هنا لو اديت ادمس هيبقى انكزيوليتك اللي هو اسمه بوس بايون. مش عارف دلوقتي لسه هناخد في السي ان اس، بس خليك فاكر انك لما تشغل الوان ايه؟ ها؟ ايه الافكت اللي هتاخده؟ انكزيوليتي. يعني ايه انكزيوليتي؟ حاجه تشيل ايه؟ انكزايتي بتاعتي. اوكي. الوان بي و هم دي دول بقى موضوع شويه كده هنقف عليهم وهاخدهم واحنا بنتكلم على المجري. فدول خليهم دلوقتي. بس هنعرفهم برضو اسامي بسيطه. لكن دول مهمين. بالنسبه لل 5 اتش تي هو طبعا في منه دلوقتي بقى فيه ادويه هنسمعها في السي ان اس. لما بتقفل ده بيبقى في حاجه اسمها انتي سايكوتيك افكت. فهنا الانتي سايكوتيك حاجه زي الريسبريدون ده هناخده في السي ان اس. بس خليك فاكر من دلوقتي ان من ضمن اما تقفل ال 5 اتش تي 2 ها في ايه؟ في فكره ان هو انتي سايكوتيك افكت. لكن بالنسبه لل 5 اتش تي 2 هو اشهر دواء هو ده هنا بروكر. خد بالك ده بروكر. يبقى هنا انا في ال 1 بستعمل ايه؟ اجلس. في ال 2 بستعمل بروكر. 3 و 4 قلنا بتوع الجي اي تي. اقفل وافتح اقفل وافتح. هم دول ال 3 و 4. عندي السنترو هيبتادين وفي حاجه مشهوره قوي 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 اي حد هنا ما
الناس اللي قالوا من 50 كانوا زمان عندهم مشكله في الاكل صح؟ كانوا بتاكلوا ايه فاكر؟ كان ده مشهور قوي لحد دلوقتي موجود. ها؟ برياتين ناس كبروا التدين ممكن بتقل من 50 عشان كنت بتتكلم الاول. طب ما بتتكلم ليه؟ كان في دواء اسمه موسيجور. موسيجور ده لحد النهارده موجود اللي هو البيزوتيفين. خلينا نكتفي بفكره ان هو 5 اتش تي 2 انتاجونست السكر والبروتين ده اللي هو البرياتين وده او البيزوتيفين اللي يعني اللي عايز اعرفه. لكن خلينا نكتفي بالسكر والبروتين. هي فكره ان انا بقفل الدور السكر بقفله فين؟ دول بقفلهم علشان امنع الاكشن بتاع السيرتون. ففي عندي حاجه اسمها مثلا كارسينويد سيندروم. سمعت عن الكارسينويد ده كان ايه؟ ده تيومر بيطلع اي تي بيطلع سيرتون وبيشتغل على ال 5 اتش تي 2 ريسبتور فبقفله. ممكن يشتغل في الكارسينويد. هنشوف السيرتون دوره في المجرين جاي دلوقتي. دوره في المجرين فممكن يستعمل برضه في المجرين. ممكن يستعمل في الكارسينويد. ممكن يستعمل في حاجه اسمها سيريتونين سيندروم. جميل. يبقى انا عندي هنا اللي هنعرفه ها اما اجي اقسم السيريتونين ريسبتور هبدا 3 و4. 3 و4 فين؟ جي اي تي. اقفل 3 بقى انتي افتح 4 بقى اوكي. دول هنسمعهم اساميهم بقى هناخدهم لما نيجي في الجي اي تي. وبعدين جيت على 1 هتستعمل اجوز مش هنا اجوز هتستعمل اجوز 1 اي بقى انزيوليتك البي والدي استنى عليهم شويه. جيت على 2 هتقفلهم قفلتهم بقى قلبي زي كوبك قفلتهم. هتستعمله في اي حاله فيها سيريتونين زياده زي مين؟ زي الكارسينويد والامام. الكارسينويد ده حاجه معروفه. الامام حاجه اسمها سيريتونين وممكن يستعمل في الميجرين. البي والدي هما اللي هو بيبتدي بال. في بقى اسامي كتيره بس حاجه بتنتهي بالتريبتان. تريبتان هتلاقي بقى في سوبر تريبتان او تريبتان. المهم اللي بينتهي بايه؟ تريبتان. طب بقول لك سوبر تريبتان ده تريبتان. وفي اللي هو الانبوت او الانبوتامين. هنشوفهم دلوقتي بقى دول دورهم في البريك. يبقى قبل ما اخش في المجرين الاسامي اللي هنعرفها هنا فين؟ احنا هنعرف مين؟ هنعرف الفانكشن بتاع كل رسالة. دي هتنفعني ليتر اون وانا بذاكر او بناخد السي ان اس تبقى فاهم ده حصل ازاي وهنشرحه بالتفصيل ساعتها هنعرفه بالتفصيل. يبقى دي الفكره بتاعت المسألة. ماشي؟ طيب التوبك الاساسي اللي بنركز عليه هو المجرين. تعالوا نشوف المجرين بيحصل ازاي. خلاص كده واضح ان طيب تعالوا نشوف المجرين بيحصل الشغل خالص. ايه اللي بيحصل للعيال؟ لو تخيلنا ان
هو بينتقل العيان بسيفير فازو كونستريكشن. يعني تبدا بالفازو كونستريكشن. الفازو كونستريكشن ده الصداع. الصداع هو ايه؟ ده الصداع. يبدا يحصل فازو كونستريكشن ويبدا يخرج ميديتورز كتيره هنشوفها دلوقتي. بس التحضير في الاول. نتيجة الفازو كونستريكشن ده والميديتورز اللي حصلت خرج الدين فيبتدي يحصل زي شوية اسكيميا. هنا لما بيحصل شوية اسكيميا بيبقى البرينج اللي هو انك انت تشيل بقى الميتابولايت تبدا ايه؟ تقل شوية. بيحصل اكيوميشن للميتابولايت فيدخل لي العيان في ايه؟ سيفير فازو ديجريشن. ده كده يعني في الاول انا بعمل فازو كونستريكشن واطلع ميتيتورز وبعدين لو ده اتمكن من العيان دخل في الميجرينس. عشان كده فكره العلاج ايه؟ لو انت عايز تمنع الاتاك اشتغل عليها. لكن وانس ان الاتاك حصلت ما ينفعش. كل ده يقف واشتغل على الفازو دايلاتيشن اللي بيحصل. اوكي؟ طيب تعالوا نخش بقى شويه بالتفصيل ونشوف ايه اللي هيحصل لك. هو ده مني طبعا بيبقى على ترايجيمينال نيرف. لو تخيلنا ادي النيرف اهو. النيرف ده بيطلع ايه؟ يبتدي يطلع حاجه اسمها كالسيتونين جين ريليتد بيبتايد. مادة كده بتطلع في النيرف اسمها كالسيتونين جين ريليتد بيبتايد. كفاية أول الحروف يعني أنا مش عايز تفاصيلها دي بس دي من الميدياتور اللي بتطلع. بيبدأ يطلع نورنفرين. بيبدأ يطلع سيروتونين. دول اللي هيطلعوا يعملوا ايه؟ هيبدأ نتيجة الاكيوميشن ده دول طلعوا خلاص وعملوا الفازو كونستريكشن. انا عايز اخش بقى في ايه؟ في الاتاك اللي هتحصل. فيبدأ يعمل لي بين انفلاميشن ويبدأ يعمل لي بعد ما عمل الاسكيميا هيبدأ يعمل ايه في الفيسل دي عشان احس بالصداع؟ فازو دايلاتيشن. حلو كده؟ دي اتاك. اقولها تاني؟ انا بحب اقولها تاني ليه قاعد عشان اختار. ادي النيرف هيطلع منه ميديتورز ها اللي هي كالسيتونين جين ريليتد بيبتايد. هيطلع مور ابينفرين. هيطلع 5 اتش دي. خلاص كل دول ابتدوا يعملوا الشغل بتاعهم انه يعمل بقى انفلاميشن فيه ويبدا يعمل الاسكيميا وبعدين يقوم داخل العيان فيه السيفير فازو دايلاتيشن. هنا كل ده انت بتحضر يعني اي حاجه هتطلع من هنا اللي هتبدا الايه؟ ها؟ هتبدا الاتاك. وبعدين الاتاك بقى بيبقى فيها بين انفلاميشن ومعايا سيفير ايه؟ فازو دايلاتيشن. طيب ببساطه هو ايه الريسبتورز اللي هنا؟ ان انا هبدا اشتغل عليه. ده نيرف. تعالوا نشوف. ها؟ فاكرين؟ الفا كانت بتعمل ايه؟ تقلب. طيب فاكرين البيتا كانت بت ايه؟ بتزود. هو النيرف ده عشان يشتغل في نيرف بيشتغل من غير صوديوم يبقى انا محتاج هنا صوديوم ايه؟ هو علشان اطلع ميتين ينفع اطلع ميتين من غير كالسيوم؟ كل دول موجودين ودول اللي كل واحد منهم بيطلع اللي يقدر عليه فهيطلع لي الميتين دي. حلو كده؟ وكمان الجديد بقى عندي اللي هو ال1 بي 1 دي موجود هنا وده
سيلولات. يبقى انت عندك هنا الفا 2 ايه؟ البيتا 2 سيلولات، الصوديوم، الكالسيوم، يعني كل السيلولات اللي معاها الفا 2. يعني انت لما تيجي تفكر حضرتك في العلاج فكر ازاي؟ اقفل كل ده وافتح مين؟ الفا 2. عند الباب بس بقى هنا بيبقى فيه ريسبتور اللي هو ال 1 بي، وده مسؤول ان هو يعمل فازو كونستريكشن، يعمل فازو كونستريكشن. الموضوع بقى سهل، عايز حد فيكم بقى يعالجني بالجريمه، بسيط جدا. عايز بروفلاكتيك تعمل ايه؟ امنع الريليز، قول تمنع الريليز. الفا 2 اجونست زي مين؟ ده خدناه هطلبكم بيه، بما ان احنا خدنا كلوريزين يبقى لازم نعرفه. يبقى كلوريزين ها؟ بيتا بروكر. وهنا هتدي لايكوفيليك ولا هيدروفيليك بيتا بروكر؟ هتدي سيلكتيف ولا ان سيلكتيف؟ احسن دواء هنا لحد النهارده هو فاكرين استعمالات البروبرانول اللي انا قلتها؟ كان اربعه ما يتنسوش مكتوبين عندنا في الورقه. طيب هتعمل ايه في الصوديوم؟ ها؟ تقفله. هنا بدي مين الصوديوم؟ بدي حاجه تقفل الصوديوم شغل. حدي حاجه انتي ابيليبتيك. توبيراميد، فالبرويد، مش هطالبكم بيهم قوي، بس عارف ان في حاجه اسمها ليه انتي ابيليبتيك؟ ها؟ هتقفل مين؟ هتقفل الصوديوم شغل، اوكي. هتعمل ايه في الكالسيوم شغل؟ هتدي مين؟ كالسيوم شغل بروكر. لسه ما خدناهمش. حاجه زي المنفذبل، حاجه زي الامبروبيبين، سنرزين، مش هطلبك بيهم، لكن احنا في اثنين ها ها واخدين، فتبقى عارفين. مش شايفه؟ هو قدام اللقعه اكسره ممكن اكسره. فاضل حاجه ما جاتش سيرتها، يبقى لي بروفيلاكتيك اهو فلوريدين بيتا بلوكر، بروبانولول باي ميل، صوديوم شانل بلوكر اللي هم مين؟ انتي ابيليبتيك، كالسيوم شانل بلوكر. وهنا هتدي مين بقى؟ مين الاجر اللي كنت لسه قايلهم شويه اللي هم مين؟ الانتريبتال وال
أبسوري. انت مكت شوية. صح. يبقى ايه علاج المجرين؟ ايه علاج المجرين؟ وفلاك بتدي ايه؟ ها؟ بتدي ايه وفلاك؟ كلوريتين بيتا بروبانولول لازم يتعافى. وبعدين تخش بقى دي مين؟ انتي ايبيليبتيك كالسيوم سالت بلوكرز، ممكن تدي سيريتونين انتاجونست، ممكن تدي اللي هو انتي ديبريسر اللي هو الامتريبتيلين وده باي نيم عشان دي صفات كده معينه كانتي ديبريسر. اوكي. ساعد انك تفهم بقى هتشتغل على ايه؟ حاجه واحده اللي هو البلاد تيست تعمل فيها برضه تدي مين؟ هتدي اللي هو الريتال او الابن. ماشي كده؟ طيب انا جاي عيال ها كده فهمنا الدراجز واضحه فين؟ واضحه كده ولا لسه؟ جاي عيال عنده مجرين. طبعا الريتال والابن دول يعني دول بوتنت او فيري بوتنت فاز كونستريكت مش سهلين وكمان شكلهم على سنتود يعني هشوف دلوقتي استنى شوف اما واحد يجي له صداع تفضل تبدا بايه؟ كلنا لما بيجي لنا صداع مش مجرين حتى بتبدا بسيمبل انرجيتك زي مين؟ ممكن ابدا ببنادول ممكن ابدا بكتافلام صح؟ فبتبدا بسيمبل انرجيتك ها؟ ما ينفعش ها خش بالاثقل الاثقل هنا السمك الثاني الاثقل قوي ارجوتامين ده المفروض ان عليه بريكوشن في استعماله كتيره قوي اللي هو اللي موجود في السوق الناس كلها بتستعمله بس بريكوشن جامد قوي ما ينفعش كل ده ساعات بقى بنخش بسيداتيف او ايفن حتى اخش بحاجه اوبيويد لان ده الجريد بيبقى فظيع جدا مع العمليه. يبقى تعالوا كده بالترتيب ها الابسط هو مين؟ سيمبل انرجيتك اللي هو اي انرجيتك موجود عندنا في الجريد. ها ما ينفعش خش بمين؟ ما ينفعش خش بمين؟ بالايكوتامين وخش بعد كده باخر حاجه بقى اوبيويد او اللي هم البنزودازبين اللي هم السلام. في الوسط انا ممكن يبقى عندي فهم فهديله انتي الميديك ده من ضمن اعراض المجرين يبقى فيه بومت يعني الانتي الميديك هنا مش بتعالج مجرين هي بتوقف مين؟ بتوقف البومتنج اللي بيحصل مع العيان. واضحه؟ طيب اهم نقط بقى هقولها هنا على الروتان والايربوتان. نمره واحد يعني خدولي بلد كويس قوي والكونتراكت دول فازو كونستريكت بالبنك ما اديهمش في مين؟ اكيد في هايبر تنشن اكيد في سكيم الكارات مين يعني مين الاعلى؟ خليكم فاكرين مين الاعلى؟ الكلمة هو ده اللي نزل عليه واضح ما تستعملش فوق ال 40 ما تستعملوش في كورونري لانه عنيف جدا كفازو كونستريكت. طب ما تستعملوش في بريجنس ما تستعملوش مريض مثلا ممكن دايابيتك بس هنا بقى فكره الدايابيتك دي يعني ايه؟ استعملوا كوشن لكن يعني برضه اخطر حاجه هم البريجنسي والهايبرتنشن والسكين كارد دول اللي فعلا فيهم ريسك الريسك العالي قوي دول بيشتغلوا على انهي سيريتون صح؟ نيفر 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 تدي في نفس الوقت اي سيرتونيرجيك دراج نيفر تقول لي بقى العيانه بتاخد انوريكتك تقول لي العيانه بتاخد مش عارف ايه تدي سوماتريبتان مع الجلوتامين تدي سوماتريبتان مع اس اس ار اي حاجه بتزود السيريتونين تاني راح العيان في حاجه اسمها سيريتونين سيندروم ايه سيريتونين سيندروم لا في على السيروتونين يعمل له هايبر ثيرميا وممكن يعمل له ابطو اللي هو العيان ده يخش في كونفالجن ممكن يخش طب ايه؟ هديله سيبرو هيبتدين اللي هو
سيبيبتدي هنا لو حصل سيدوني سيندروم يبقى هنركز في التريتال والتريتال. قلنا الميكانيزم ها ايه الميكانيزم بتاعه؟ واحد ايه؟ واحد اثنين ها؟ ايه الميكانيزم؟ هما بيشتغلوا بري سينابتيك ولا لا؟ يعملوا اسم ريليز؟ يقللوا ريليز. نمرة اثنين بيشتغل على الايه؟ بيعمل ايه في البلاد فيسل؟ بيعمل فوز كونستريكشن. اوكي؟ ما تستعملوش في مين؟ خد بالك. حاجات الكومن ها؟ هايبرتنشن، اسكيميك هارت، بريجنسي، ما تديهوش مع اي سيليكونيزم في الراجل اللي هيخش العيال فيه. ولو دخل في سيتونين سندروم تعالجه بايه؟ اللي هو السيليتونين انتاجنس اللي هو السيبتو هيبتين. ترتيب الادويه ها؟ تبدا بمين؟ تبدا بسيمتين ها؟